مرحبا بكم الناس الكل على كيتشن أميل تونيزي. نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة كما ديما مستانسين. نقول لكم ديما صحة هي أهم حاجة. نتلقاو اليوم في غسيت باش نعملو لهم هكا طبيق نتاع معناها سالي هكا صغيرات يشيخوا عليهم بلوس. دونك بعد معناها شهر رمضان الكريم، دونك طيبنا برشا حاجات وكل، حتى احنا توا مع السخانه وكل، دونك باقل الحقيقه وقفه في الكوجينه وكل. دونك قلت باش نعمل هكا طبايق معناها متنوع، وباش نعمل زيدا سلايطه وخير وبركه. اهم حاجه باش نبدا بها هو انا عندي هوني باش ناخذ زوز كي معناها هذوما للليفور معناها الخميره نتاع الفوريه. هو الكيس فيه 10 غرامات، انا باش ناخذ زوز هي اهم حاجه يعني احنا باش نبداو بها. العجينه زاده تحفونه، تنجموا نتوما تستعملوها في البيتزا في اي نوع. وفما انواع اخرين زاده تنشارككم في صندوق الوصف الرابط باش نتوما زاده تنجموا تجربوا. دونك عندنا هوني مغرفه كبيره نتاع اكل، هذه مغرفتين دونك سكر، حليب يكون دافي مش سخون، وعندنا زوز كيسان. الكيس هذاك متعودين به معايا 100 ملليلتر. نخلطو بطبيعة الحال هنا المكونات، وباش نحطو عليهم كيس فارينة ولا نخلطوهم بالباهي الكل مع بعضهم، نغطيو ونخليه يتفاعل حتى ربيع ساعة، درجين ربيع ساعة ولا. وبعد نرجعو للعجينة متاعنا بعد ما خليناها ربيع ساعة. دونك هوني ولا عنا هوني الزيت 80 ملليلتر زيت، ونبداو نلمدو بطبيعة الحال بالفارينة نتاعنا ولا الدقيق. هوني باش نحطو كوب، الكوب ديما 100 ملليلتر هذاك هو نستعملو، هذايا ثالث معناها أباغ لول اللي حطيناه بالكل هذاك معناها جوست باش نخليو العجينة الخميرة تتفاعل نتاعنا. توا باش نحطو بطبيعة الحال قدر نصف مغرفة صغيرة ملح ولا، ونبداو نلمدو العجينة نتاعنا ولا. فوالا هوني لمدنا العجينه نتاعنا تقريبا في العجينه الكل. دونك استعملت 4 والخامس النصف نتاعو جوست هكا باش نلمد العجينه نتاعي فوالا. دونك توا باش نخلي العجينه نتاعنا زاده كيف كيف ربيع ساعه، جوست ندهنوها شويه بالزيت، نغطيوها كيف كيف ونخليوها ترتاح شويه حتى لين احنا نمشيو نحضروا الحشو نتاعنا ونرجعوا. ولا نرجعوا للعجينه نتاعنا، حطينا شويه فرينه في الحال ولا تاخذ وقت الحقيقه شويه، ولكن باش نعملوا معناها كما نقولوا احنا هكا تبيق مزيان. دونك ما يسالش خير من نقعدوا معناها واقفين نعملوا في بليزيوغ بلا وكل، سورتو كيما قلت لكم الدنيا الحقيقه سخنت، دونك واحد توا الوقفه بحسابها. نعرفش نتوما قولوا لي في التعليقات، اما السخانه الحقيقه والفور برشا باهي. دونك نقسموا العجينه نتاعنا كيما قلنا باش نعملوا معناها اشكال مختلفه ولا، نحاولوا نقسموا هكا على 4 ومن بعد ناخذوا هكا ولا حتى توا. بعد شويه نوريكم الحشو، اهم حاجه احنا توا باش نحط الباقي دو كوتي، ناخذو بالوحده بالوحده خير باش تكون ساهله. وباش ناخذو بطبيعه الحال هوني الطبق نتاع الفور اللي معناها حطي معناها اللي باش نحطو فيه بابي كويسون، والفور بطبيعته اللي حطيناه على 180 درجه فوالا. دونك هوني نحطوها، باش ناخذو هوني باهي. بالنسبة للحشو نتاعنا عندنا الطن هذايا جاري نعملو أنا ديما في الصيف، ما عملتش حقيقة في رمضان، لكن بعد رمضان عملت شوية. دونك فوالا ديما نعمل معناها في هكا معناها حكاية الطن يقعد، نخليكم رابط في صندوق الوصف موجود الحقيقة. دونك نعمل هكا نعدي به كيما نقولو احنا
الصيف الكل بين صغار ساندويتشات وبرشا حاجات، وزيت نتاعو زاد نطيب به فوالا كيما الوصفه بالضبط. دونك خليكم ربط في صندوق الوصف. خذيت هوني عظمه كامله، عندنا هوني شويه تون فروماج رابي، خذيت هوني شويه كركم، شويه تيبلو كرويه، فروماج تارتيني، وخذيت هوني بطبيعه الحال شويه عظم وانا ثلاثه كعبات فوالا طيبتهم وقصيتهم. هذا هو بالنسبه للحشو نتاعي لليوم، انتم تختاروا اللي تحبوا عليه. دونك فوالا تنجموا تعملوا بالفيون داشي باللي تحبوا انتم. ما عملتش برشا ملح، عملت شويه دوب معناها دوبلاش، حطيت شويه فلفل اكحل سورتو على الصغار، والملح اللي على خاطر ديجا الطن نتاعي. دونك مالح الزيتون والفرماج، دونك ما شاء الله زيدوا الملحوم دونك يولي برشا. دونك فوالا، دونك هوني باش ناخو نحاول نبعد هكا شويه باش انتم تنجموا تشوفوا. فوالا هذا هو الحشو كيما قلت لكم، معناها حاجه خفيفة وسهلة. فوالا ناخذ السكينة نتاعي هكا، ناخذ الحشو هكا لصقوه هكا، نعملو حاجة مو حتى صغيرات يشيخو عليها. فوالا وهوني كيف كيف نجيو هكا البارتي هذيك باش نحطوها من اللوطة هكا. فوالا فوالا باش نعملوهم بالطريقة هذيك. فوالا باش ناخذو العجينه نتاعنا الثانيه، نحاولو معناها نعملو فيسا باش خاطر ما يخمروش برشا، لانو احنا زدنا باش نخليهم حتى 10 دقائق. دونك هوني باش نعملو، نحاولو نعملو شكل دائري، باش نعملو هكا دي كرواسون مالحين. فوالا نحلو شويه العجينه سوبل على الاخر كيما قلت لكم هنا برشا. دونك هوني باش نقسمو فوالا، هوني كيف كيف فوالا. باش ناخذو العجينة سامحوني الحشو نتاعنا نحطو هكا شوية، تنجمو تبدلوه بحاجة أخرى شوية على خاطر احنا مش عاملوهم صغيرين دونك ما يلزمنيش نعبيو برشا. فوالا هوني هكا فوالا زيد فوالا. دونك توا باش ناخذ هكا فوالا، بطبيعة الحال بما أنا باش نعمل مملحات يلزم البيتزا فوالا. دونك توا نحلو شوية العجينة نتاعنا فوالا، وباش ناخدو دونك نعملو البيتزا نتاعنا فوالا. نعملو كعيبات بيتزا، نعملوهم صغيرين، تحبوا كبار نجمو تعملو فوالا. عملنا كعبات البيتزا نتاعنا وعملنا هكا الشكل هذايا الدائري، حبيت نعملهم صغيرين فوالا. باش ناخو الحشو نتاعي زادا كيف كيف فوالا، نحطوش برشا بطبيعة الحال خاطر صغيرين. باش نعملو كيما البريك الدانوني هكا في الفور، نحطو الفرشات هكا فوالا، باش نسكرو هكا بطبيعة الحال. فوالا
عودوني بالفرشات سكروها هيك. دونك ناخذ السكينه اوب لا ناخذ هكا نسكرو كيف كيف نعاودو الطبق الاول اللي عملناه كل مع بعضنا دونك معناها ما كملت انا معناها الطبق الثاني كان ما شاء الله الطبق الاول معناها احمر. انتم اذا كان باش تعملوا معناها الكل مع بعض وتخليهم حتى 5 دقائق 10 دقائق سينو هاكا كيف ما انا عملت دونك عملت الاول غطيته في انتظار اني كملت الطبق الثاني ما شاء الله كما تشوفوا الكميه. دونك هوني عندي اصفر عظمه حطيت فيه شويه حليب دونك باش ندهن بطبيعه الحال هكا المملحات نتاعي دونك اللي عملناهم احنا من الاول حبيت انا نعملهم دونك هكا معناها محلولين. يا اخي بنتي من بعد قالت لي ما اسكرهم وعملنا فيهم هكا زيتونه قلت لها باهي يعني سكرتهم وعملت فيهم هكا كعبه زيتون عادي يعني ولا هكا دونك تو باش ندهنهم الكل بطبيعه الحال كعبه البيتزا تو تشوفوا دونك بعد ما بطبيعه الحال هما خمروا باش نحط فيهم الصوص طومات دونك فوالا ما شاء الله العجينه تحفونه برشا والكميه فوالا. حط الطبق نتاعي في الفور اللي هو محطوط على 180 درجه ونمشي بطبيعه الحال انا نحضر السلايطه نتاعي باش نعمل سلطه خضراء عاديه فوالا حاجه خفيفه فوالا. هذوما كعيبه الكرواسون نتاعنا لف لف نقولوا احنا فوالا. دونك ندخلوا الطبق نتاعنا مي جوست قبل هوني انا باش نحط هكا شويه اختياري معناها هوني زادا كيف كيف كعبات الكرواسون سالي شويه سمسم وهوني بطبيعة الحال حبة البركة نجمو تحطو كيما تنجمو ما تحطوش كيف ما تحبو انتوما انا نحب الحقيقة هكا يبدا الشكل مزيان و بلوس المنظر دونك فوالا توا ندخلو للفور ونرجعو ان شاء الله. يلا فوالا سي بارتي فوالا نرجعو للطبق الثاني خاطر الطبق الاول توا باش نخرجوه بريسك حاضر بالضبط الحقيقة 20 دقيقة على 180 درجة فوالا. فوالا هذا هو الطبق نتاع البيتزا نتاعنا. انا زدت هنا حطيت شويه فرماج شويه زيتون شويه معناها عظم غابي
وفوالا وزينت الطبق نتاعي كيف ما هذا. انتم تنجموا تزينوا البيتزا نتاعكم باللي تحبوا باللي متوفر عندكم بالبيت حاله. هذا هو الطبق دونك فوالا كيما تشوفوا نتاع التشكيله نتاع المملحات ولا لي سالي اللي احنا عملناه اليوم مع بعضنا بالعجينه المزيانه. ما تبقى لي في نهايه الفيديو كي مش نقول لكم ربي يوفقكم الناس الكل في نهايه ربي يوفقكم الناس الكل سامحوني خاطر الصغار دونك كي باش نحط الطاوله وفي الامان وبسلامه. فوالا ما تنساوش شويه تعليقات واللايك اذا حبيتوا الفيديو. بسلامه ايما وجيتك.